مساء الخير. عم بيكون الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز شمال تركيا، الأمر اللي عم بيؤدي إلى تقسماطر وعاصف بلبنان، وخاصة لليوم الأربعاء ولبكرة نهار الخميس حتى قبل الظهر لتبدأ حديته بالتراجع تدريجيا خلال النهار. أما هلأ رح نروح بجولة على بعض المناطق اللبنانية لنشوف سوا كيف رح تتسجل درجات الحرارة لبكرة. نبدأ مثل العادة من الشمال، وعكار عم بتسجل 19 درجة، طرابلس 21، العاصمة بيروت أيضا 21 درجة، وصور 22. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 20، اللقلوق 9، زحلة 21، وجزين 14 درجة. نسبة رطوبة ساحلا عم توصل ل 90%، أريحة سطحية جنوبية غربية بتخف سرعتها لتتراوح بين 20 و 30 كيلومتر بالساعة لبكرة، أما حال البحر فمائج. إذا شو هي الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للخميس جونا غائم وماطر مع عواصف رعدية بالفترة الصباحية، ليعود ويستقر تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. طبعا بيتشكل الضباب على المرتفعات، كما بنشهد التساقط الأول للثلوج للسنة على القرنة السوداء، أما درجات الحرارة فبتسجل 21 درجة ساحلا. للجمعة طقسنا بتابع غائم إلى غائم جزئيا متقلب مع أمطار متفرقة بين الوقت والتاني، خاصة بالداخل والمناطق الجنوبية بنسبة 40%، ليستقر تدريجيا خلال النهار، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 22 درجة. للسبت والأحد جونا غائم جزئيا، ممكن نشهد بعض الأمطار المتفرقة والمحلية للسبت الصبح، ولكن بالإجمال منكون على موعد مع طقس مستقر بسبب تراجع المنخفض نحو سوريا والعراق وارتفاع بدرجات الحرارة لل 24 درجة لنهار السبت و 26 درجة لنهار الأحد. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، بدي أتمنى لكم ليلة هادية ودافية، تصبحوا على خير.